السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله على قناة شاكب راكب هنتكلم عن مشروع الإسكان الاجتماعي اللي عاملاه نقابة المهندسين واللي عرضاه على الصفحة بتاعتها. الإسكان ده في عدة مناطق في أكتوبر، وفي العبور، في الشروق، في مناطق كتير بتنزلها النقابة. احنا النهاردة إن شاء الله هنستعرض المشروع الخاص بالنقابة المهندسين الموجود في منطقة 6 أكتوبر. دلوقتي احنا على طريق المحور، هنخرج من اخره على طريق الواحات، لانه المشروع ليه مدخله الرئيسي من على طريق الواحات. دلوقتي احنا عند جامعة MSA، بيسموها جامعة الدكتورة نوال. بعد كده في بنزينة امارات، هي المنطقة تعتبر ما بعد بنزينة امارات مصر. وبعد كده هنوصل عند منطقة بنسموها الكهرباء، بعد جامعة نوال على طول هنخش يمين، هي منطقة جنوب الأحياء. المنطقة هناك بيسموها 18 فدان، دي الخاصة بنقابة المهندسين. نخش من عند الكهرباء أول يمين على طريق الواحات يعني، بعد الجامعة، وبعد كده في أول شمال هنلاقي مشروع الإسكان. تمام، دلوقتي احنا قربنا نوصل عند منطقة إسكان المهندسين. ده الشارع الرئيسي اللي بيطل عليه العمارات بتاعة الإسكان. بس هنستعرضها مع بعض. هي اللي قدام في مسجد كبير بيتبني على أولها. احنا دلوقتي وصلنا لبداية المشروع، هما اللي معروضين حاليا 40 عمارة، ده بداية المشروع. وده شكل المباني الخاصة بالنقابة. هندخل نتفرج عليها من جوه، ودي اليافطة الخاصة بيها. 1164 وحدة سكنية، نتفرج عليهم، هنشوف نماذج من الوحدات السكنية دي. زي ما حضراتكم شايفين معانا بقى كده، هي دي العماير وشكل العماير. في كذا نموذج من العماير ومن المساحات. الشقق المساحات بتاعتها بتتراوح من 75 لـ80 متر. دي العماير الشكل الاولاني اللي هو ايه، بيبقى فيه اسانسير، اللي هي 75 متر فيها اسانسير واحد. زي ما حضراتكم شايفين كده، ده السلم معانا. وفي بقى كذا شكل، بس هي يعني طبعا زي ما حضراتكم شايفين معانا، الشقة نص تشطيب او على المحارة زي ما بنقول. يعني اللي عايزة بقى شغل، يعني لسه عايزة شغل كبير. ادي البلكونة، وادي ده الريسبشن. هنخش معاها، ادي الاوض، هما ادي ده المطبخ زي ما شايفين معانا كده، وده الحمام. ودي أوضة. يعني المساحات إلى حد ما يعني مساحات كويسة، يعني على قد المساحة، مساحات مش وحشة. طبعا زي ما حضرتكم عارفين، أو اللي عارف الإعلان، هو الشقة تمنها بيوصل 355,000 جنيه. بيبقى فيه تسهيلات في السداد لمدة تصل ل6 سنوات بدون فوائد. فده يعني يعتبر على المدى البعيد استثمار كويس، او بيعتبر سعر كويس ان شقة تبقى واقفة بعد 6 سنين بـ355,000 جنيه. وده نموذج تاني للشقق زي ما حضراتكم شايفين معانا. يعني مش وحشة قوي الشقة. يعني ده الريسبشن. لا دي ده الريسبشن معانا، وأوضة. يعني هي مش وحشة، يعني يعني نقول هي على قد السعر بتاعها، والمكان بتاعها كويس جدا. كويس. والمكان بتاعها كويس، عمار وساكن ما بين كومباوندات. يعني مكان كويس جدا. طبعا زي ما احنا عارفين، بيبقى
شروط الوحدة إن إحنا بنسدد مبلغ 50,000 جنيه جدية حجز قبل القرعة، وبعد ما القرعة بتقع عليك أو بتكسب القرعة أو بيقع عليك بيختار الاسم بتاعك، بيتم سداد 30% من سعر الوحدة مباشرة في خلال شهر. لو ما تمش السداد بيروح عليك القرعة أو بيروح عليك القرعة بتاعتك اللي أنت كسبتها وبتروح لحد تاني. طبعا الشقة دي استلام على طول، أول ما بتكسب القرعة وبتدفع المبلغ بتستلم على طول. ده كذا نموذج يعني، هو في نماذج كتير للشقق، ودي دي النماذج يعني اللي احنا كنا جايبينها، دي النماذج 75 متر. وفي بقى نموذج تاني اللي هو 80 متر اللي هتشوفوه معانا دلوقتي، اللي هي بقى العمارة اللي هي ب2 أسانسير، اللي زي ما حضراتكم شايفين كده دول 2 أسانسير معانا. هنطلع العمارة، هي ادي الشقق، ونطلع سلم كويس مش وحش. ده شكل السلم، ده بقى شكل الشقة. الشقة دي شكل تقسيمتها أفضل شوية اللي هي 80 متر. أدي ده المطبخ أول ما بنخش من عند باب الشقة، المطبخ شكله أكبر شوية. ده الريسبشن برضو شكله أفضل شوية من الشقة 70 متر، يعني من إيه ده واضح يعني التقسيمة بتاعت الشقة دي أوضح شوية. ودي الأوض وده الحمام، يعني هو الحمام شوية صغير بس كويس برضو على قد الشقة كويس. ودي أوضة، ودي أوضة تانية. هي التقسيمة بتاعت 80 متر كويسة يعني أفضل شوية. ودي ده بقية الريسبشن. هنخش بقى على البلكونه، ده البلكونه اللي احنا قدامها دي، دي المكان ده هيتعمل منين؟ ده برضو شقه تعتبر زي الفل زي بعض، يعني ده هيتعمل منين؟ في جامع معبري، يعني منطقه كامله الخدمات فيها، والمكان فيه مدارس بتتعمل، يعني منطقه كامله الخدمات. ادي ده المطبخ زي ما حضراتكم شايفين في العماره، ده نموذج تاني للشقه. ادي ده المطبخ برضو ده 80 متر، ده المطبخ. وادي ريسبشن، تعتبر 80 متر يعني كلهم نفس الشكل كده بنفس التقسيم، بس دي غالبا يعني دي بتبص على الشارع، على الطريق بقى من بره خالص. بس دي مرمي فيها خراطيم يعني. يعني شقة تعتبر كويسة على قد سعرها، ممكن تنفع استثمار، حاجة كويسة يعني اللي نصيب فيها ربنا يسهل له. حبينا بس نقدم لكم حاجة، يكون مثلا حد مش قادر يروح المكان، فحبينا ان احنا نوصل لكم كل حاجة انتوا عايزينها لحد عندكم. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم لايك.